أكيد زينا، وصلنا لفقرتنا الأولى، هي خبر يمكن رح يسر كثير من الطلاب، هو الدورة الاستثنائية اللي رح نحكي عنها بالتفصيل بالإضافة لكثير من المواضيع مع الدكتور الموجود معنا لليوم، وأكيد عم نحكي عن إدارة المناهج وتطويرها، فانطلاقا من قاعدة الكتاب اليوم لم يعد مبنيا على معلومة تعمل وزارة التربية على تطوير المناهج في الوزارة لمختلف الصفوف الدراسية بناء على عدة اعتبارات. للوقوف أكثر على هذا الموضوع أكيد بصير نرحب بالدكتور دارم طباع معاون وزير التربية لتطوير شؤون المناهج. صباح الخير دكتور. يا صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما عم نحكي بالمقدمة العالم فرحانة على المرسوم الرئاسي بالدورة التكميلية، حابين قبل ما نبلش معك بتطوير المناهج نعرف هيك شوية تفاصيل عن الدورة التكميلية لهالسنة لطلاب الثانوي. يعني السنة في ظل الكورونا، في ظل انقطاع الدوام، أكبر سعادة كانت للطلاب هو الاهتمام الكبير اللي أودته وزارة التربية وأودته الدولة بموضوع التعليم. كان صدور المرسوم 118 بحد ذاته اللي صدر للسماح للطلاب بالتقدم للشهادة الثانوية أثر إيجابي كبير. لحد الآن في كثير من دول العالم لم يتقدم فيها الطلاب للامتحانات. المكرمة الأخرى طبعاً أنه بالمرسوم نفسه سمح للطلاب اللي حامل مادتين وراسب بمادتين وحقق ربع العلامة أن ينجح، لكن اللي المرسوم اللي صدر مبارحة برقم 181 هو مكرمة كبيرة جدا 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 للطلاب اللي هي سمحت لهم بدورة ثانية يتقدم فيها الطالب بمادتين، وإذا هذا إذا كان ناجح وإذا كان راسب بمادة أو مادتين سمح له أن يتقدم بهذه المواد لدورة ثانية. والأجمل من ذلك أنه تحسب هذه المواد في الدورة الثانية مع الدورة الأولى دورة واحدة. نعم. يعني يحق للطالب السنة بعد ما يأخذ شهادته إذا كان مو مقدم غير هالدورتين السنة القادمة أن يقدم إلى دورة جديدة. نعم. وإن شاء الله سيكون هناك يعني شيء موسع لشرح كل هذه التعليمات التنفيذية للمرسوم بشكل أنه طلابنا يدخلوا على الامتحانات ويكونوا سعيدين. نحن نعم. اليوم كثير سعيدين أنه وزارة التربية عم تحقق لأبنائنا الطلبة إنجازات كبيرة جدا في ظل هالوضع العالمي اللي نحن كتير متأثرين فيه. نعم، يعني دكتور مثل ما تفضلت وقلت يمكن هي الظروف العالمية اللي كانت على كل البلاد، سوريا قدرت تتحدى هي الظروف وتقوم بعملية الامتحانية بأكمل وجه. شيء كتير حلو أنه قدرنا حتى نعمل دورة تكميلية لمساعدة الطلاب قدر الإمكان. بالنسبة للنتائج دكتور كمان بدنا نعرف. هلأ أنتوا عشانكم تحكوا عن مناهج، شايف رح نحكي عن المناهج طبعاً. بس هي الأسئلة اللي عم تجينا. وزارة التربية تعمل ليل نهار. نعم. وإن شاء الله سنحاول قدر الإمكان بأسرع وقت أن تخرج نتائج السادس الثانوي البكالوريا مشان الطلاب يعملوا اعتراضاتهم وبعد العيد مباشرة يقدموا على الدورة الاستثنائية. التاسع اللي حيكون غالبا بعد العيد كمان فرق التصحيح عم تعمل ليل نهار، لكن الأولوية الآن هو للبكالوريا بشكل أنه ننهي أعمال التصحيح والتنتيج وتصدر النتائج إن شاء الله سنحاول قبل العيد، بشكل أنه بعد العيد مباشرة هناك خلايا عمل كبيرة جدا على مستوى القطر للتحضير للدورة الامتحانية الجديدة. نعم، هلأ صرنا بنفوت بتطوير المناهج. يعني دائما في جهود واجتهادات بوزارة التربية لتطوير بعض المناهج ببعض المواد لتحديث المعلومات العالمية، خلينا نقول لتكون متوفرة كمادة علمية عند الطالب. خلينا نحكي الأسس لتطوير المناهج دكتور. هلأ سابقا كلكم تعرفوا أنه المناهج كانت عبارة عن كتاب مدرسي، كتاب معرفي يحوي الكثير من المعلومات. الطالب مطالب بأن يحفظ هذه المعلومات وبالتالي هي مخزون معرفي. اليوم العالم تغير مع دخول القرن 21، صار في مهارات جديدة، صار في أفق جديدة. الطالب لا يستطيع في عصر المعرفة أن يلم بالمعرفة، إذا توجه العالم كله اليوم إلى المهارات، مهارات التعلم، وهذا هو التغيير الكبير اللي حدث في المناهج. المناهج أصبحت مناهج حياة، أصبحت مناهج عمل، أصبحت مناهج مواطنة، وبالتالي من خلال هذا المنطلق المناهج اللي وضعت بنيت على أربع أسس: على البعد المعرفي، لا يزال البعد المعرفي له أهمية، على البعد الأدواتي أنه أنت بعد ما تخرجي قادرة أنك تلاقي فرصة عمل، ولا بدك تستني الدولة، ولا بدك تستني حدا يجيب لك فرصة عمل، يجب أن يكون لديك المهارة التي تجعل منك شخص قادر على إيجاد فرصة عمل. الأمر الثالث والمهم جدا هو بناء شخصيتك.
التعلم يجب أن تمتلكي مهارات تبني فيها شخصيتك، تكوني قادرة على التحدي، قادرة على التفاوض، قادرة على إدارة الوقت. كل هذه الأمور رأيناها في المناهج، هذا نسميه البعد الفردي. والأمر الرابع هو البعد الاجتماعي، التعايش مع الآخرين، العيش مع الآخرين، تقبل الآخر، التسامح، قبول الآخر، المواطنة، تعزز الانتماء. يعني أنا وقت بعرفك وأنت بتعرفيني بنصير أقرب إلى بعض تماما، هذا اللي عززته المناهج في تطويرها. وبالتالي نحن اعتمدنا بالمرحلة الأولى على إعادة النظر بكل المناهج الوطنية. كان هناك خطاب تاريخي وطني، كان هناك خطاب ديني وطني، كان هناك خطاب سياسي وطني، خطاب اقتصادي وطني، ثقافي وطني. يعني بنيت المناهج على أن يكون هناك، أن يشعر الإنسان أن هذه الكتب تمثل تطلعاته وتطلعات مجتمعه، وبالتالي يجب أن تنعكس على تطوير المجتمع. تمام. وإلا شو فائدة التعليم؟ أنا إذا بلاقي مدارس وجامعات والبلد يتراجع. أكيد. يجب أن يكون هناك انعكاس للمناهج على تقدم المجتمع وتطوره. نعم. يعني دكتور خلينا نقول أنه العمل مكثف وعمل دؤوب، حتى يمكن نطلع من سياسة التلقين للطالب وسياسة المناهج اللي يمكن تعودنا عليها بتختزل يمكن معلومات كتير 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 في معلومات للطالب، وشوي في بيكون ضياع وصعوبة عند الطالب بحفظ هي المعلومات، وبالتالي نجاحه يمكن فيها خلال الامتحانات. اليوم برأيك دكتور شو هي المواد اللي نحن لازم نتدخل فيها لتطوير هي المناهج، وعلى أي أساس بتم اختيار هي المواد؟ هلأ هي المواد بحد ذاتها ما بتتغير كتير كمواد، مثلا رياضيات، فيزياء، كيمياء إلى آخره، لكن طريقة تركيبة هذه المواد تتغير. مثال على ذلك، عندما تدرسين العلوم، سابقا كنا ندرس العلوم وصفي، يعني بدنا نحفظ كل أعضاء الجسم، بدنا نحفظ تقاسيمهم، الشرايين وين بتروح، تقسيمات الدماغ. اليوم هذا الأمر متاح في أي مكان، أنت بتستطيعي، أي إنسان بيستطيع أنه يتعرف على هذه الأمور في أي كتاب. المهم أن يتعرف الآليات التي تعمل فيها، وبالتالي عندما يتقن مهارة فهم هذه الآلية، كيف يحللها، كيف يستنتج منها استنتاجات، يستطيع في أي موقف يقع فيه أن يحل مشكلة بيولوجية في الحياة. هذا مثال عن العلوم. المثال الآخر اليوم مثلا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، كلكم درستوا هذه المواد، لكن يا ترى قديش استخدمتوها في حياتكم؟ كتير قليل. نحن عم نحاول نبني، والعالم كله اليوم، مواد جديدة مثلا مادة ستيم مثلا، اللي بتجمع الفيزياء والرياضيات والفن والمعلوماتية، ومنقول له تعال نساوي مثلا مروحة. عندما يصنع الطالب هذه المروحة، ربط المعلومات الفيزيائية مع الرياضيات مع الفن وأنتج شيء، وبتحرك مخه، بتخليه يفكر، أصبح أكثر. هناك لديه القدرة على الإبداع، على الابتكار، وهذا ما نتوخاه. لذلك طرائق التعلم تغيري. نعم. نحن اليوم عم نعتمد في كل فصل على مشروع، الطالب يجب أن يختار مشروع هو يرغب به، وبالتالي عززنا الذكاءات المتعددة. صحيح. يعني حضرتك بتحبي الفن، بتشتغلي موضوع بالفن، الأنسة بتحبي الجغرافيا، بتشتغل بالجغرافيا. التعلم من خلال المشاريع هو أحد طرائق التعلم. نعم. الأمر الآخر هو التعلم من خلال المبادرات الطلابية. انت وقت بتعملي نشاط، وقت نعمل نشاط في الحديقه مثلا، وبنيجي بندرس العلوم في الحديقه، انت اشتغلتي عمل كفريق، تعرفتي على زملائك، قدتي المجموعه، هناك مهارات بنسميها مهارات القرن الواحد والعشرين، هي لا يمكن تعلمها الواحد، اتخذتي قرار، حليتي مشكله، وبالتالي هذه المهارات لا يمكن ممارستها غير الا من خلال المبادره. فهذا مثلا حتى تعزيز يمكن روح الفريق دكتور. تماما تماما تماما، هي هي الاسس العامه اللي عم نشتغلها في المناهج. اضافه الى ذلك، نحن اليوم عم نعمل على تنشيط المهارات الحياتيه، ولدينا ادله خاصه ترفق بالمناهج، وندرب عليها مدراء المدارس والمدرسين لندخلها ضمن النظم التعليم. يعني ما عاد تفوتي على الصف ويقولوا لك الجغرافيا كذا، لا، في مهاره بتطلع وبتلعب ولعبه بتتعرفوا مثلا على اقسام الوطن العربي. تماما، هي بتنطبع اكثر يمكن دكتور بعقل الطالب اذا كانت الطريقه فيها شوي كمان من مهاره التلقين، مثل ما بنقول، خلينا نقول التلقين العلمي بطرق يعني حديثه، تفاعليه، بطرق تفاعليه تشاركيه. نعم. تماما. خلينا نحكي شوي كمان عن بعض المواد اذا بده يتم ادخالها جديده، مثل ما عم نسمع كاللغات مثلا او المواد النفسيه، مثل ما بنعرف كثير صار الجانب النفسي مهم للطالب تبعا للظروف اللي عشناها واللي ممكن يمرق فيها اي حدا، فهل في من افكار لهذا الشيء؟ هلا نحن الجانب النفسي الاجتماعي هو مضمن الان في المناهج المطوره، ونحاول من خلال المهارات الحياتيه، هو العمل في المهارات الحياتيه هو معالجه نفسيه اجتماعيه.
يعني نحن شو مجتمعنا عم يعاني؟ عم يعاني من انه ابتعادهم عن الناس عن بعضهم البعض، نوعا ما كثير من الاطفال اليوم معرضين للتنمر، معرضين لمشاكل اجتماعيه. صحيح. القيام بهذه الانشطه، المهارات الحياتيه او المشاريع او الاعمال، الانشطه الصفيه او الانشطه اللاصفيه، بيعزز الواقع النفسي والاجتماعي له. كثير في ناس اليوم ما عندهم اهل تماما، وقت بيجي بيقعد بيلاقي المعلمه عم تهتم فيه، عم تحكي معه، مو بس فوت على الصف تكمش الطبشوره وتنقله، لا عم تساله، عم تلعب هي وياه، رفقاته عم يتناقشوا هن وياه، هذا تعزيز نفسي. بالنسبه للغات، نحن كان لدينا سلاسل، هذه السلاسل ماخوذه من دور نشر عالميه، نحن اليوم نقوم باعداد سلاسل وطنيه تحاكي السلاسل العالميه وبخبرات وطنيه لنستعيد عنها عن تلك السلاسل، وبشكل ان تعزز ثقافه استخدام اللغه. نعم. يعني اللي عم يعانيه نحن مواطننا انه بيعرف يقرا كتاب، لكن عندما يذهب ليتحدث مع اجنبي او بده يطلع على تلفزيون ما بيحسن لا يسمع ولا يقرا. هذه المهارات عم نعززها، اضافه الى انه بده يروح يشتري مثلا، شو هي الالفاظ اللي بيستخدمها اثناء الشراء، اثناء السفر، اثناء التعامل مع الاخرين، اذا حدا ساله بالشارع شو اسمك. فهي عم نعززها في المناهج بشكل انه الطالب يستطيع يستفيد من اللغه في فتح نافذه على العالم. نعم دكتور، كمان اليوم يعني نحن من ذاكرتنا، من خلال تجربتنا الدراسيه الطويله اللي امتدت يمكن على 3 أو 4 مراحل، نتذكر دائما المدرس المميز اللي قدر يوصلنا المعلومه يمكن بطريقه حلوه، وفعلا بنصير نحن بنحب الماده وبنتعلق فيها وبننجح نتميز فيها، بينما في بعض الاساتذه والمدرسين هو اسلوب التلقين اللي يمكن الطبشوره والسبوره اللي يمكن هو كان كثير موجود. اليوم قد ايه مهم كمان نحن نركز على طريقه تعاطي المدرسين مع الطلاب وطريقه تقديم الفكره والمعلومه، مو بس نحن طورنا المناهج، كمان بدنا نطور طريقه تقديم المعلومه لدى المدرسين. هلا بالتاكيد تطوير المناهج وحده لا يمكن ان ينتقل الى البيئه المدرسيه، اهم شيء ان تطوري اداء المدرس. لذلك منذ بدانا بتطوير المناهج كان هناك على نفس النسق تدريب للمدرسين، وانا بحسن اقول انه على الرغم من انه المدرسين بتعرفي وقت واحد بيكون متعود على شيء 30 40 سنه من الصعب تغييره، نحن وصلنا الى اعداد هائله، يعني صار عندنا 20 30 40% من المدرسين عم يطبقوا طرائق حديثه، واعتمدنا في وزاره التربيه على اختيار بعض هذه الشخصيات لتكريمها، لتعزيز هذه الظاهره. انت بتغيري الكتاب سهل جدا، اما تغيري عقليه معلم صعب. تمام. اما من خلال الممارسه، انا وقت بيجي بشتغل انا وياكي بمشروع ما وانت بتنبسطي من ادائي وبتغاري مني، بتصيري بتعملي مثلي او انا اللي بغار منك طبعا. فهذا الشيء عم نعززه عند المدرسين. اليوم في عندي فرق عمل، مثلا مثال على ذلك، عندي هلا فريق عمل عم يشتغل على التعامل مع السحابات الالكترونيه، انه في حال تعلم عن بعد كيف انا ممكن اتفاعل مع طلابي واحسن اعطيهم دروس مباشره واختبرهم إذا لم أستطع الوصول إلى المدرسة. هالمبادرات الخاصة بالمعلمين اليوم انتشرت في سوريا بشكل كبير، وأنا بدي أحييهم لكل زملائنا المعلمين لأن هن جنود مجهولين. أكيد. كل هالعمل التربوي الهام مو وزارة التربية والوزير ومعاونينه اللي عم يقوموا فيه، عم يقوم فيه جيش ثاني يقف إلى جانب الجيش العربي السوري، هن المعلمين والمدرسين اللي فعلا أبدعوا خلال سنوات الحرب، سواء بالمناهج أو بطرائق التدريس أو على الأقل بالحفاظ على الشهادة السورية بنضارتها وقدرتها على الدخول إلى كل جامعات العالم إن شاء الله. نعم دكتور، أخيرا خلينا نحكي هيك ونوجه كلمة أخيرة لكل طلابنا اللي هلأ مقبلين على دورة تكميلية ممكن، وعلى عام دراسي جديد كمان، شو بتحب تقول؟ هلأ أنا أول شيء بدي أقول له إن شاء الله يكونوا بصحة وسلامة. نحن الآن نعمل جاهدين نحن وياهم سوا للحفاظ على أقل خسائر ممكنة أن تأتي من الكورونا، يحافظوا على التعليمات اللي بتصدرها وزارة الصحة والإعلام حول كورونا وطرائق الوقاية منه، يأتوا إلى الامتحانات وهن عارفانين تماما مواضيع النظافة، الابتعاد الشخصي، إذا كان حابب أنه يكون معه معقم يغسل إيديه بشكل متكرر، يبتعد عن التجمعات، هذا كثير موضوع مهم، والأهم من ذلك أن تكون نفسيته مرتاحة، يشعر أنه الدولة مهتمة فيه وأنه هدفها أن يكون هو عماد المستقبل.
أكيد. يعني دكتور نقول لك شكرا كثير انك كنت موجود معنا، جاوبت لنا على كل من الاسئله، طمنت قلوب الطلاب كمان من خصوص الدوره الاستثنائيه او حتى نتائج الشهادتين. دكتور شكرا كثير لك، شكرا لكل شخص موجود وكان فاعل بقطاع التربيه والتعليم. هي الظروف الصعبه سواء حرب سواء جائحه كورونا، كنتم يمكن فعلا جنود مجهولين وعلى قدر المسؤوليه. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لك ولجهودكم، واكيد دائما بنقول هو العلم اساس بناء المجتمعات. شكرا لوجودك. شكرا.